ربما ان يكون عندها النهارده نوع من انواع الاستثمارات الاخرى بعد ارتفاع او وصول السوق لقمه بقى له 8 اشهر اللي هي منطقه 8182، فبالتالي ممكن ان هو ينوع جزء من هذه الاستثمارات عشان نعدي الفتره الزمنيه دي ويبتدي يخش في سندات واذونات خزانه. يعني طبقا للسياسه اللي بيديرها الصناديق او المؤسسات المصريه هي اللي بتحدد اتجاهه من بياع او مشتري، فبالتالي ما تقدرش تلومه ان هو بيبيع او تقدر تلومه ان هو بيشتري، لان هو عنده سياسه واستراتيجيه معينه يقدر ان هو يتحكم فيها ازاي يحقق اكبر عوائد ماليه في فتره معينه بالنسبه للوثائق بتاع الصندوق ده أو بالنسبة كمؤسسة داخل سوق مصر. من أبرز أخبار البورصة النهاردة هي أن إدارة البورصة أوقفت التعامل مع أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، طبعا بسبب طلبها استفسارات حول استدعاء النيابة المسؤولي الشركة وتحقيقاتهم حول التهرب الضريبي. وطبعا الشركة من جانبها أصدرت بيان نفت فيه أي تلاعب أو تهرب ضريبي، وأكدت أنها من أكبر ممولي الضرائب في مصر، وقالت النيابة حفظت القضية. تأثير ذلك على سعر إتمام صفقة OCI برأيك إيه؟ هو كان في تسريب للخبر ده، يعني ما اعرفش انا الحكم ده طلع النهارده ولا بقاله قد ايه، ولكن احنا لقينا السهم اتحرك تحركات كده غريبه جدا، نطر من منطقه سعر الصفقه اللي هو 250 او 255 لغايه 350، فبالتالي كان في خبر موجود ما ان هيحصل تاثير، مع العلم ان تقريبا النسبه الموجوده في السوق لا تتعدى الاصبع، تمام؟ فبالتالي ان البورصه بقى بتحاول انها تعمل انها هي الحاكم بامره وتبعد وتستبصر، هي عدد الاسهم كلها اللي في مصر هنا اللي فاضله كلها تتعدى الصوابع، لا تعدى اكتر من نسبه 1% او 1.5%، فبالتالي دي مش النسبه اللي انا اقدر انا اقف عليها. ولكن المهم او الشيء المهم ان انا كنت الاقي النهارده رئيس الهيئه بقى يقف كده تمام ويعمل فيها ان هو حامي حمى المستثمرين، ورئيس البورصه ده يقوم واقف جنبه كده ويعمل فيها ان هو حامي حمى المستثمرين ويخاطب الشركه رسمي يقول لها يا شركه ثمن الصفقه القديم فين؟ انت نزلتيه من الثمانينات للخمسينات، الفرق ده هيرجع لحامل الاسهم ولا مين اللي هياخده بالظبط؟ ده اللي انا اعرفه، انما هنضحك على بعضينا ونوقف سهم ونبتدي نتكلم والنسبه بتاعته مش مؤثره ولا بتاثر ولا بالطلوع ولا بالنزول في السوق المصري، يبقى احنا بنضحك على بعضينا. نعم. انا بتمنى من رئيس الهيئه يقف وقفه رجاله ما يخافش زي كل مجموعه بتخاف من اله صويرس ويجي يقول لهم فلوس الصفقه هتروح فين؟ انت النهارده خفضت 30 جنيه، ال 30 جنيه ترجع للمستثمر بدل ما انت شلتها عشان تسددها ضرايب، وانت رغبت اصلا وقعدت عشان تساوي موضوع الضرايب ده، في الاخر قلت لا والله ده انا معليش ضرايب، ماشي يا عم معاك حق والقضاء قال كلمته، بس النهارده في 30 جنيه فرق في السعر ده ملزومين عليك كشركه تردهم مره اخرى للناس اللي دخلت صفقه معاك. ده اللي انا بطلبه من رئيس الهيئه اذا كان بيخاف على حقوق المصريين او حمله الاسهم سواء مصريين او اجانب او عرب، وبطلبه من رئيس البورصه بدل ما هو بيعمل الشغل الصغير ده نفسي اشوف منه شغل كبير بقى. نفسي ان هو يرقى كده كرئيس بورصه ويبتدي يطالب بحقوق حمله الاسهم ويقف قدام صاحب الشركه دي ويقول له اين حقوق المصريين او حقوق حملة الأسهم أو حقوق الناس اللي في البورصة دي، حقوقهم فين في الصفقة دي؟ طيب نروح لمجموعة من الأخبار الاقتصادية النهاردة، ويمكن معظمها أخبار الحقيقة مبشرة بالخير. النهاردة البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في نهاية فبراير إلى 17.307 مليار دولار بزيادة 202 مليون دولار مقارنة بيناير. محافظ البنك المركزي أكد أن الوضع مطمئن وأن الإيرادات بدأت في التزايد. تعليقك إيه على هذا الخبر ودلالته من الناحية الاقتصادية؟ لا بص، هو محافظ البنك المركزي صرح زي ما عايز صرح، واخد بالك؟ لما يجي صرح حاجه زي كده يقول لي كام من كام، يعني ده قبل الوديعه اللي انا صرفتهم 2 مليار ولا بعد الوديعه السعوديه ما جات لي 2 مليار، يعني لما اجي اتكلم كام من كام، فتره المقارنه ايه وايه اللي اتسحب وايه اللي اتحط مكانه. فاللغه هنا بتاعت الاقتصاد هي لغه ارقام، يعني 1+1 ممكن يساوي 3 مش يساوي 2، فاحنا بنتلاعب. طب انا عليا عندي وديعه بكام داخل البنك المركزي؟ عندي النهارده السحات عندي كام؟ هل ده يغطي ده؟ طب الدين الخارجي عندي هل يغطي الاحتياطي؟ ده اللي احنا نتكلم نقول عليه ان المعدلات في امان والمستويات والموارد والايرادات والدنيا وردي والدنيا جميله جدا. لولا الموقف العربي ما كناش هنشوف اي ارقام اللي انت بتتكلم عليها دي خالص. تمام؟ والالتزامات اللي عندي في 30/6 والالتزامات اللي عندي في شهر 11 ربما ان احنا ننزل بيها تاني لغايه ال 11 مليار دولار. فبالتالي لازم بنك محافظ البنك المركزي يبقى عنده النهارده دراسه نقديه سليمه عشان يقدر ان هو يجيب موارد، مش يجيب لي ودائع او يجيب لي احتياطيات من دول اخرى. تمام؟ لازم النهارده يعني اللي يطمئن فعلا ان يكون زياده الاحتياطي من الموارد مش من الودائع او ايرادات المساعدات حقيقيه. تمام؟ يعني انا عندي ايرادات حقيقيه اطمن، اقول عندي موارد من قناه السويس ارتفعت، تحويلات المصريين ارتفعت، السياحه ارتفعت، الصادرات ارتفعت، حاجه اطمن وانام على المخده ولا انا فعلا عندي احتياطي نقدي حقيقي. انما الاحتياطي النقدي اللي عندي النهارده مش حقيقي.
حقيقي، عباره عن ودائع، عباره عن شويه الدول الصديقه والقريبه مننا قدرت تقف جنبينا بصوره ما، فبالتالي احنا مكونين ده. انما لو انا عايز اتكلم النهارده، دور البنك المركزي مؤثر ومؤثر بتاثير كبير جدا، ان هو مش عارف يعمل احتياطي نقد لمصر. انا النهارده كنت ارجع بالذاكره كده للرئيس الراحل السادات، كنا في وقت من الاوقات ازمه ما عندناش احتياطي نقدي، جه انشا شركه تمام وسماها سيب بغض النظر عن عشان اسمها ما يبقاش دعايه، تمام. الشركه دي كانت مسؤوله عن انها بتلم الحاصلات الزراعيه من السوق المصري وتصدرها لافريقيا واوروبا، فبالتالي خدت من الفلاح المصري بالجنيه وصدرت بالدولار وقدرت انها تجيب الدولار. انت النهارده وانت عندك سيوله داخل البنك المركزي قرابه 200 مليار مش قادر تعمل الدور ده؟ يعني صعبه قوي. مش قادر النهارده المصانع اللي واقفه دي كلها تاخد المنتج بتاعها وتصدره انت وتاخد الدولار، يبقى صعبه قوي. فالبنك المركزي لا، مقصر في دوره. نعم. مش ده الدور الحقيقي. هو بيحط سياسات، بس من ضمن السياسات النادية بتاعته ان هو لازم يخترع افكار، لازم يبتكر ادوات جديدة عشان يقدر يلبي. انت دورك توفر لي الغطاء النقدي، ده دورك. طيب احنا معانا في خبر بيتكلم عن تقرير وزارة المالية بيقول ان انخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بنسبة 5.8% في الفترة من يوليو الماضي وحتى يناير الماضي، يعني في الربع الاخير من العام الماضي. ده بسبب زيادة الإيرادات خلال نفس الفترة. طيب الخبر دوت بيحمل، هل من وجهة نظرك يعني أخبار اقتصادية إيجابية؟ برضو 1+1=3 ما يساويش 2. نعم. ليه؟ لما يجي يقول لي النهاردة هل موارد الدولة الناتج القومي بتاعي زاد؟ ما زادش، زاد من الأصول وليس زاد من الموارد الحقيقية بتاعتي كإيرادات تشغيلية، تمام. إنما هو إيه اللي حصل؟ خد الوديعة بتاعت مبارك فكها فحولها للمصري، فجابت له قرابة حوالي تقريبا بتاع حاجة و40 مليار دخلها في عجز الموازنة سدد بيها، دخل الصناديق الخاصة بقرابة 46 مليار تحت عجز الموازنة، فابتدى ان هو يخفض عجز الموازنة، هيدخل خفض سعر الفايدة بتاعة على الودايع حوالي 1.5%، نزلت له قرابة تقريبا حوالي 12 مليار دخلها تحت الموازنة. كل الأرقام دي معناها ان انا كنت في مصيبة، يعني انا خدت كل الـ 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 الخير بتاعي او الحاجة اللي انا شايله الزمن بره دخلته انا في الموازنة العامة دي. طب السنة الجاية هعمل ايه؟ ده انا بحط دلوقتي عبء على الحكومة في السنة اللي جاية، هتجيبي منين يا حكومة؟ معرفش. المفروض كان دور اي حكومه النهارده تقول انا زودت الموارد بتاعتي، زودت الحصيله الضريبيه بتاعتي، زودت كذا 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 كذا، انما كله عمال بيبيع في العفش القديم ويدور في دفاتره القديمه ويبتدي يقول لك يعني هي الارقام بتبدو للوهله الاولى انها ارقام ايجابيه، لكن لما بندور في التفاصيل او الخلفيات بنلاقي يعني ان هي لا ما هو ده كلام مش للمحترفين معنا، تمام. عشان انا بجمل بيه وضعي العام كحكومه، انما انا بتكلم ان الحكومه بتاع الدكتور محلب دي حكومه تنفيذ اعمال، ده لازم يفرق. دكتور محلب هو عارف كده، انا مش حكومه ولا تسيير واخد بالك ولا انا حكومه تنفيذ اعمال. فيما معنى حكومه تنفيذ اعمال؟ جاي ينفذ كل المشاريع العطلانه من 2011 لغايه النهارده، ده دوره الرئيسي، وجاي يعالج امال وطموح والام الشعب المصري. ده هو الحقيقه كان ليه تصريحات النهارده ان هو نفى اتباع اسلوب المسكنات، و يعني اوصى اعضاء الحكومه بالوصول الى حلول دائمه وفعاله، لكن نظرا لضيق الوقت مش هنقدر نحلل. طب انا بتمنى من الدكتور محلب ان يحقق مع الاقل التصريح بتاع وزاره الماليه ويساله انت جبت الانخفاض ده منين. طيب احنا وصلنا لنهايه الحلقه من مؤشر النيل، عذرا لضيق الوقت. شكرا ليك الاستاذ وائل النحاس خبير اسواق المال على هذه الرؤيه التحليليه لسوق المال اليوم والاقتصاد، على حسن المتابعه. غدا حلقه جديده من مؤشر النيل عقب موجه 7 مساء بتوقيت القاهره. الى اللقاء.